واحدة من أطيب أنواع المناقيش مناقيش المحمرة بعجين قطنية وطرية ونكهة ولا أطيب. العجانة ضفت الطحين، الحليب البودرة، الخميرة والسكر والملح والبيكنج باودر والخل الأبيض. رح أضيف زيت الزيتون وأبدأ أضيف المي الدافية بالتدريج مع العجن على سرعة متوسطة لمدة 5 دقائق بالعجانة وعشر دقائق إذا عجناها بإيدنا. دهنت الوعاء والعجين بالزيت وغطيتها بالنايلون راب ولفيتها بقطعة قماش دافية وتركتها تخمر مدة ساعة. على النار حطيت زيت الزيتون والبصل، قلبت لمدة 4 دقائق. بعد هيك رح أضيف البندورة المقشرة المفرومة، الملح والبابريكا والبهارات المشكلة ودبس الفليفل الحلوة، وممكن نضيف الحارة لو حابين. قلبت المكونات وتركتها على نار هادية 5 دقائق حتى تتسبك. بعد هيك ضفت السمسم والأزحة أو حبة البركة وحركت كتير منيح وصارت الحشوة جاهزة. رشيت طاولة المطبخ بالطحين وحطيت عجينتي ورشيتها كمان بالطحين وقطعتها لكرات متساوية. بدأت أفردها بالشوبك على شكل أرغفة. بعد ما فردت كل قطع العجين وزعتها على صواني الفرن المبطنة بورق الزبدة ودهنتها بالحشوة بوفرة مباشرة على فرن محمى مسبقا على الرف الأول من تحت على حرارة 200 ل 250، وبتحتاج تقريبا 10 دقائق لربع ساعة لتاخذ لون ذهبي من تحت. بعد هيك طلعتها من الفرن، رشيت جبنة الأشقوان المبروشة على الوجه ورجعتها على الفرن بس هالمرة بدون نار بس لتذوب الجبنة، وقدمتها مباشرة وكانت